أسعد الله أوقاتكم وإلى نشرة الأخبار من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. مسؤول أمريكي رفيع يزور كييف، وروسيا تقول أنها ضربت مدرج مليء بالأسلحة الأمريكية وأسلحة للدول الأوروبية. ضغوط على شولتس لتوريد أسلحة لأوكرانيا وتحذيرات من نتائج ذلك. محكمة ألمانية تؤيد حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين. والسنوار يتوعد باستباحة الكنس اليهودية في العالم إذا تكرر دخول القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. المستشار النمساوي لا يتوقع سقوط صواريخ على أراضي النمسا، ولكن يخشى حدوث ضربة نووية. وتهديد مجددا ضربة نووية روسية في 106 ثوان إلى برلين، و200 ثانية إلى باريس، و202 ثانية إلى لندن. الشرطة النمساوية تنشر 1000 شرطي في شوارع فيينا لخشيتها من مسيرات شهر مايو الاحتجاجية. التقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في كييف، وهو أحدث عرض لدعم حرب أوكرانيا ضد روسيا من قبل سياسي غربي كبير. وقد أظهرت لقطات نشرها زيلنسكي على تويتر وهو محاطا بمرافقة مسلحة ويرتدي زيا عسكريا، ويحيي وفدا من الكونغرس برئاسة بيلوسي خارج مكتبه الرئاسي، حيث قالت بيلوسي، والتي تعد كأعلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير: لقد سافر وفدنا إلى كييف لإرسال رسالة مدوية إلى العالم بأسره أن أمريكا تقف بحزم مع أوكرانيا. وميدانيا قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا دمرت مدرجا في المطار الرئيسي من مدينة أوديسا الجنوبية الغربية يوم أمس، وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن صواريخها دمرت مدرجا مليء بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية. وأيضا قالت أوكرانيا إن الطائرات الروسية واصلت شن غارات على مدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية مع التركيز على مصانع الصلب في أزوفستال حيث تحتمي القوات الأوكرانية ومدنيون. حذر عدد من المشاهير الألمان المستشار أولاف شولتس في رسالة مفتوحة من أن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وكانت الناشطة المعروفة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر، والكاتب مارتن فالسا، والصحفي العلمي رانجا يوغاشيوار من بين الموقعين 28 على الرسالة التي تدعو شولتس إلى عدم إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافعا لتمديد الحرب إلى أراضي حلف شمال الأطلسي. وكانت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الألماني وافقت مؤخرا على تسليم أسلحة ثقيلة من بينها دبابات مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، وعلى عكس العديد من النقاد الذين اتهموا شولتس في الأسابيع الأخيرة بالتردد في الأمر، عارب الموقعون على الرسالة عن دعمهم لجهود المستشار لمنع تصعيد حرب أوكرانيا إلى حرب عالمية. وأيضا في ألمانيا، أيدت محكمة ألمانية أمس السبت الحظر المفروض على تظاهرة مؤيدة لفلسطين كان من المقرر إجراؤها في العاصمة برلين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قضائي قوله إنه بسبب الحوادث المعادية للسامية المزعومة التي حدثت على هامش احتجاج مناهض لإسرائيل الأسبوع الماضي، فإن المحكمة الإدارية في برلين أيدت الحظر التي فرضته الشرطة هذا الأسبوع. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المنظمون سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى أم لا. وكانت مجموعات فلسطينية تعتزم تنظيم مسيرة في حي كروتسبيرغ في العاصمة برلين احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية والمسجد الأقصى. ويوم الخميس منعت الشرطة الاحتجاجات قائلة إنه قد يكون هناك تكرار لما زعمت أنها حوادث معادية للسامية حدثت في تظاهرات سابقة. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، واتهم مسؤولون بعض المشاركين بإلقاء الحجارة والمفرقعات على ضباط الشرطة، فيما زعمت الشرطة أن المسيرات شهدت شعارات تحريضية. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار السبت من استباحة آلاف الكنس اليهودية في العالم في حال تكرر دخول عناصر الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد الأقصى القبلي. وقال السنوار في كلمة ألقاها خلال حفل بمناسبة مرور عام على حرب مايو في غزة:
أقول للعالم أجمع ولقادة الصهاينة إن هذه الصورة، وكان يشير إلى صورة وضعت على المنصة لعناصر من الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، أو صورة مثيلة ممنوع أن تتكرر. من سيأخذ قرار تكرار الصورة فهو نفسه سيأخذ القرار لاستباحة آلاف الكنس والمعابد اليهودية على امتداد العالم. وأضاف السنوار أن العدو يريد أن يحول هذه المعركة إلى معركة دينية. نفضل ألا نحول هذه المعركة إلى دينية، لكن إذا أراد أن يحولها المتطرفون لمعركة دينية فنحن لها وقبلنا التحدي. في الأسبوعين الآخرين أصيب أكثر من 300 فلسطيني في صدامات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. وأضاف السنوار عددنا في حال اعتدى على الأقصى الرشقة الأولى وهي 1111 صاروخا، وهذا الرقم يربز لذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات رشقة أبو عمار تخليدا لذكراه وهي ستكون البداية. ويذكر أن الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات توفي في 11 من نوفمبر 2004. إلى أخبار النمسا، عبر المستشار النمساوي كارل نيمار في مقابلة صحفية عن غضبه بسبب اتهام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بأن النمسا تقبل موت الأطفال والأوكران مقابل الغاز الروسي. ويذكر أن نيمار يتحمل مسؤولية تأمين الطاقة في النمسا، ولكنه أكد على مبادرة فلاديمير بوتين خلال لقائه معه كمفوض عن الاتحاد الأوروبي في الحديث عن قضية الغاز الروسي، حيث أنه جاء هذا كتبرير لأوكرانيا على عدم قبول الانتهاكات الإنسانية على أراضيها من قبل القوات الروسية. ولكنه أوضح في المقابل أنه في حال توقف الغاز الروسي فإن الحكومة الفيدرالية لديها خطة بديلة للمضي قدما. وأضاف نيمار بأنه استمرار الحرب الأوكرانية من شأنه زعزعة الأمن الأوروبي والعالمي، وبالتالي نشوب حرب كبيرة، ولكن لا أتوقع سقوط صاروخ في النمسا. وفي المقابل قال المستشار إذا كانت هناك سحابة نووية فإن الطقس واتجاه الرياح مهمان، في إشارة هنا إلى خطر نووي محتمل. وفي تأكيد لتصريحات المستشار النمساوي، وبحسب صحيفة هويته، أظهرت هيئة الإذاعة الروسية الرسمية روسيا 24 في رسم بياني كيف سينفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضربة نووية على 3 عواصم أوروبية، وذكر أنه لن يكون هناك ناجون. وبذلك ردت هيئة الإذاعة على تصريحات وزير الدفاع البريطاني الذي يدعو إلى الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية الروسية، ثم عرض منتجو البرنامج على المشاهدين خريطة تشير إلى أنه يمكن إسقاط الصواريخ من مدينة كالينيغراد الروسية التي تحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق، لذلك يمكن أن تصل هذه إلى برلين في 106 ثوان، وباريس في 200 ثانية، ولندن في 202 ثانية. أغلقت الشرطة النمساوية في فيينا أحد أهم شوارعها رينغ اليوم، حيث حضرت 1000 شرطي ليكونوا في أتم الاستعداد، وذلك بسبب خشيتها من مظاهرات شهر مايو الاحتجاجية. ويذكر أنه لن يكون هناك عدد كبير من المسيرات باتجاه ميدان رات هاوس بلاتس فقط، بل ستنظم أيضا اجتماعات للجماعات اليمينية واليمينية المتطرفة، حيث دعا منظمو المشهد المحلي لكورونا إلى مسيرات ضد التطعيم الإجباري وضد إجراءات كورونا ودعم روسيا في حرب أوكرانيا وضد الناتو، بالإضافة إلى أن مجموعات كبيرة من اليسار ستشارك أيضا في هذه المظاهرات. هذه هي نهاية النشرة، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.